في وقت لاحق عقدت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بدمشق جلسة مباحثات رسمية سورية روسية ترأسها عن الجانب السوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، وعن الجانب الروسي يوري بوريسوف النائب رئيس الوزراء. تم خلال الجلسة بحث توسيع مجالات التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة واستكمال مشاريع التعاون الثنائي ووضع الأرضية المناسبة، تمهيدا لانعقاد الدورة 13 للجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي، وتذليل الصعوبات التي تعترض العمل المشترك وإيجاد الحلول لها. شملت المباحثات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي والاستثماري والجمركي والطاقة والنقل البحري والسكك الحديدية والاتصالات والتقنيات الرقمية والمنتجات الطبية والأدوية، وكذلك تسهيل وصول السلع الروسية إلى السوق السورية وتوفير البيئة المناسبة لإقامة مشروعات تنموية واقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد السوري. كان لقاؤنا مع الرئيس الأسد بناء ومثمر، هدف إلى المزيد من التعاون، وناقشنا سبل الشراكة بين روسيا وسوريا، وندعم جميع المبادرات السورية لتوسيع التعاون. نقوم بمواصلة العمل لإعداد اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وهذا تمهيداً لانعقاد الاجتماع 13 للجنة المشتركة. ناقشنا خلال هذه الزيارة تفاصيل عمل اللجنة المشتركة في مختلف المجالات كالصناعة والطاقة ومجال إعادة الإعمار والزراعة والتعليم. فيما يخص سوريا، في القمة بين الرئيسين بوتين وبايدن تم التأكيد على إمكانية استئناف الحوار بين الطرفين حول الملف السوري. فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية هو أقوى رسالة لأعداء سوريا، لأن الرئيس الأسد هو خيار الشعب السوري. الحقيقة في بداية الزيارة نقل التهاني السيد الرئيس بوتين إلى السيد الرئيس بشار الأسد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية السورية، وأجرينا جولة من المباحثات في مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية للتحضير لأرضية المشاركة القادمة لاتفاقية التعاون بين البلدين للجنة، تحضيرا للجنة المشتركة رقم 13. وجود السيد بوريسوف دائما هام جدا في هذا النوع من المفاوضات، لأننا نلمس من خلال الجلسة حرصه على العمل على تذليل الصعوبات والعمل على تعزيز فرص التعاون بين البلدين ورفعها إلى أعلى مستوياتها. توصلنا إلى الكثير من الحلول لبعض المواضيع التي تتحرك ببطء فدفعنا فيها إلى الأمام، ونحن حاليا نحضر للاجتماعات القادمة التي ستكون خلال موعد قادم. جميع المشاريع المشتركة التي يقوم الجانب السوري بعقدها مع الجانب الروسي هي الحقيقة جميعها مشاريع استراتيجية، وهي تحفظ مصلحة البلدين، يعني حتى في موضوع المرفأ أو في أي شركات أخرى، في موضوع الطاقة أو في معمل السماد أو في أي مشروع، حتى من المشاريع المشتركة الواردة في خارطة الطريق في اللجنة المشتركة العليا، هي مشاريع الحقيقة تحظى باهتمام خاص من الجانب الروسي لرفع قدراتنا الإنتاجية والمساعدة على زيادة الاستثمار في كل حقل من هذه الحقول، لكن جميعها مبنية على المصلحة المشتركة للشعب السوري ولمصلحة الجانبين.